ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل الغد محمد عاطف. محمد، ما هي أجواء المؤتمر لديك وأبرز الفعاليات؟ يعني طبعا اليوم كان هو يوم حصد الصفقات في توقيع الاتفاقيات بين الجهات المانحة ومؤسسات التمويل والبنوك الدولية وبين الدول في القارة السمراء التي تشارك في مؤتمر أفريقيا 2018 للاستثمار. من بين أيضا هذه الاتفاقيات والصفقات اتفاقية شهدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمنحتين بمبلغ 55.8 مليون يورو، وذلك لتطوير 180 قرية في ثلاث محافظات بمصر من خلال تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، سواء تطوير مياه الشرب أو الصرف الصحي أو أيضا تحسين الطرق والخدمات في هذه القرى. هناك أيضا البنك الاستثمار الأوروبي الذي يمول أكثر من 90 مشروعا في مصر، سواء في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أو النقل أو الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها، وقع أيضا اتفاقية بقيمة 214 مليون يورو، وذلك لتطوير مشروعات الصرف الصحي في مصر في محافظات الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ. هناك المزيد من التوقيعات التي أجريت اليوم بين الدول وبين المستثمرين وبين أيضا الاتحاد الدولي، سواء كان بنك الاستثمار الأوروبي أو غيرها من البنوك المشاركة في هذا المؤتمر الهام. يعني بنك الاستثمار أو الجهات الدولية الممولة منحت أكثر من 360 صفقة جديدة للقارة الأفريقية خلال هذا المؤتمر. هذه الصفقات 50% منها يعني وجهة للطاقة والطاقات المتجددة في القارة الأفريقية، لكن الدعم الأكبر هو كان لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وعلى ذكر رواد الأعمال، يعقد الآن الجلسة الهامة في المؤتمر، وهي جلسة لقاء رواد الأعمال في القارة الأفريقية برؤساء الحكومات ورؤساء الدول ومؤسسات التمويل الدولية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الجلسة تناقش آليات وتطوير المشروعات الصغيرة والمتطورة والاقتصادات الناشئة باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد، إضافة إلى وضع رؤية تطويرية لأفريقيا، وذلك قبيل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي الذي سيعقد بعد أسبوعين من الآن برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. نعم، شكرا لك محمد عاطف مراسل الغد من شرم الشيخ.